وتم التحرك بالشكل اللي يرضي ربنا، اللي يرضي ربنا خلال المرحلة دي، وإعطاء فرصة كاملة للناس اللي كانت موجودة بالنصيحة الأمينة المخلصة الشريفة، وبالمهم اللي بتفهم، اللي إيه؟ اللي بتفهم إن في قضية كذا وكذا وكذا. في ناس من مجلس الوزراء كانت موجودة هنا في الوقت دوت، في ناس كانت معانا في مجلس الوزراء في الوقت اللي أنا كنت فيه وزير وأنا بقول القضايا اللي إحنا نتعامل معها، فكنت بقول كل حاجة ليهم كلهم بما فيهم القيادة. طب بتقول برضو ده ليه؟ لأن كانت الموضوع شريف قوي، والشرف ما بيتجزأش، ما بيتعملش شوية وينتهي ويبقى خلاص بقى، يبقى سمة متغيرة، ده شخصية بقى متقلبة، شخصية خائنة. لا لا لا، الرزق على الله، الرزق على الله. بمناسبة الرزق على الله، وانا بتكلم في حد بعد ما خلصت المطبرة قال لي انا عايز يعني، ما انا بكلم ناس كتير يعني، فقال لي يعني بتكلم كتير عن ربنا ليه؟ قلت لهم حبيبي، حبيبي وغالي علي، حبيبي وغالي علي، وانا اللي شايف، انا اللي شايف هو عمل ايه معاكم. طب واحنا لا؟ لا، ممكن تكونوا شايفين، بس انا شايف اكتر. والله 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 كرمه على مصر فوق خيالكم، والله 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 كرمه على مصر فوق خيالكم. يعني يقول ان الحق سبحانه وتعالى عندما يذكر في ملأ، اللي هيذكره في الملأ ده يوم هو يذكره في ملأ افضل منه. من اتكلم واتكلم واتكلم بكل احترام وحب، بس هو يقبلني، بس هو يقبلني ويقبل ما اعمله ما افعله في مصر، يقبله. نرجع بقى تاني للموضوع بتاع الفترة ديت. يا رب يا رب يكون بيحبني صحيح. نرجع بقى تاني. فالمهم ساعة لما جانا حصلت الأحداث، فأنا وعملنا البيان اللي كان بيان لو حد بيحسبه كويس قوي، ما هو ده تكملة الحوار الوطني يا دكتور ضياء، ده تكملة الحوار الوطني. ساعتها لما جيت عملت البيان ده كنت حريص على ان انا احافظ على التماسك الهش للدولة المصرية ومجتمعها بما فيهم الفصيل ده. معقول؟ لاجل خاطرها، لاجل ان هي مش مستحملة اكتر من كده. خرب، خلصت. والمصرفة كنت بقى موجود في مجلس الوزراء، فكانوا يقولوا لي احنا عايزين نحافظ عليك، انت الايقونه بتاعتنا. انا بقول لكم كلام اتقال، انت الايقونه بتاعتنا، انت البطل. جميل. طيب هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ هو البطل خلاص ولا ايه؟ بكلمكم بجد والله، انت البطل اللي حافظ عليك. ايه هو حد ممكن يدي ظهره ولا ايه؟ لا، مش ليا انا، ظهري ربنا، ظهري ربنا. واللي يقدر على ربنا يتفضل، اللي يقدر على ربنا يتفضل. نرجع تاني، كنت اتكلمت على البيئه الاعلاميه وقالوا يعني ايه تقصد ايه؟ فهجيب لكم من كل كلمه قلتها مثال على الفكره، مثال على الفكره. ايه الفكره؟ في الترشح في اثنين من الاعلاميين الافاضل اللي انا بقدرهم وبحترمهم قالوا نعمل معاك لقاء. نعمل معاك ايه؟ لقاء. قلت طيب كويس. فجيت قبل بعد ما خلصت اللقاء معاهم، فقالوا لي ايه؟ احنا ما نمناش امبارح. ما ايه؟ فقلت لهم ليه؟ قال اصل انت ازاز ما حبش ابدا نلمسه. إزاز إيه؟ ما نحبش نلمسه، لأن اللي اتعمل كتير قوي.
فاحنا لازم كنا شايفين واحنا بنتكلم معاك وبنعمله نخلي بالنا كويس. بعدها بكام شهر كنا بنفتتح مشروع للمناطق الخطر، فحد قال السجادة الحمراء ماشيين عليها. ياه، بعد كام شهر كده اتغيرتوا؟ لا، انتوا ما اتغيرتوش. اسمعوا اللي حلولكم ده كويس، انتوا مش عارفين السياق الاعلامي المطلوب لإدارة الدولة دي في المرحلة دي لمدة 20 سنة. السياق الإعلامي مش خدمة الرئيس، السياق الإعلامي خدمة الفكرة. أنت عايز توحد الجهود، أدبيات التعامل مع الواقع ده في ظروف اللي بتمر بيها مصر ما كانتش مناسبة. أدي نقطة. هتكلم على الأدبيات أو الثقافة أو البعد البيئي للدين، وأنا والله العظيم ما أقصد أي حاجة عشان محدش يزعل. كنا بنتكلم على أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الديني. فمر وقلت يا جماعة الواقع اللي احنا بنشوفه في منطقتنا والفهم والممارسات الدينية اللي موجودة في بلادنا محتاجة مش إعادة طرح فهم عصري مش لثوابت الدين، لفقه يتعامل مع المتغيرات والتحديات اللي بتبقى في كل مجتمع وكل بس. وجيت مرة اتكلمت على وثيقة إن الطلاق تبقى وثيقة وثيقة مكتوبة لحماية حقوق الناس، وبعدين من غير ما أذكر أي أسماء أو مؤسسات، فتقال لي إحنا طرحنا الموضوع ده على لجنة علمية متخصصة، نسبة كبيرة منها وافقت ونسبة قالت لا. طب كويس، طب ما أقرتوش ده ليه؟ قالوا أصل أنت قلته، ولما تقولوا انت لو احنا وافقناك يبقى احنا ايه؟ بندعم مين؟ بندعم مين؟ السلطة. الكلام ده بيعكس الفهم اللي محتاج يتطور تجاه يعني ايه دولة ويعني ايه دور. لو انت دايما حطيتني انا في مكان وانت في مكان تاني ده مش حقيقي صح. احنا دايما مع بعض، واظن التعبير اللي سمعته مني كتير.